عسلمة. عسلمة. لباس. لباس يعيشك. عرفنا عليك. أمال التويتي، أصيل تحملم، فأما نسكن في مرناك. مرحبا بيك. عايشك. اليوم باش نحكيو احنا على المظهر، هل العباد ينجموا يحكموا عليك على من المظهر نتاعك ولا من شكلك ولا؟ هو بالحق العباد توا تحكم برشا على المظاهر، اما المظاهر خداعه، معناها ساعات تشوف انت في الدنيا فما عباد محلاهم في المنظر، لكن في الداخليني يعلم به ربي. وهذا شيء معناه نعانيو فيه الكل، فهمت؟ تلقى مثلا ساعات سبحان الله عبد تحكم عليه اللي هو محلاه ومتربي وكل شيء، فهمتني؟ لكن كي تجي تشوف من داخل ما تلقاش اللي حاجتك بيه. باهي. وبالنسبة لسيرة الرحم مستحقين لها برشا برشا، مستحقين لها بالكدا بالكدا بالكدا، احنا في حاجة لها تو، خاصة الخو ما عادش يرحم خوه، الأخت ما عادش ترحم أختها، العم خاصة العم. العم انا عندي مشكله مع العم، خاطر العم ياسر خاصه بعد وفاه خوه تحس اللي كل شيء تقلب، فهمتني؟ الله يرحمنا. وكها على سيره الرحم، الله يرحمنا، خاطر بالحق احنا تعبين في تونس برشا برشا. احنا من الاول حكينا على المظاهر، لكن انت ظهر فيها ظهر فيك موجوعه. شدني اكثر. اي شدني اكثر. موجوعه من موجوعة، فهمتني؟ موجوعة وربي يهدي. هذيك شنو؟ شنو هي موجوعة مدام؟ من أي حاجة اسمها عم في الدنيا، فهمتني؟ توجع. لكن مش العمام الكل ولا العمات الكل خايبين. ليه؟ تلقى اللي محليهم نسمة. هو وقت واحد يتوجع، وقت اللي يحس حاجة، راهو أنت تنجمش تحس باش أنا على شنو نحكي، ما تنجمش. أما وقت اللي معناها تتوجع، بسم الله عليك. وقتها تعرف شنو معناها، فهمتني؟ الوجيعة ديما تجيك من الأقرب، من القراب لقراب لقراب، فهمتني؟ هذيك علاش ديما نقول إن شاء الله ربي يرحمنا، وإن شاء الله نحبوا بعضنا، على خاطر بالحق بعدنا على بعضنا برشا برشا برشا. ما عادش كيما قبل تلقى مثلا الخو يطل على خوه، الأخت تطل على أختها، السلف يطل على مرت خوه بعد خوه، توا ليه؟ انت عمتك ولا عمك اللي موجوعة منه؟ والله لا عمتي ولا عمي، عم ولادي. هو اللي بالحق وجعني خاطري منه. عم ولادك؟ اي. علاش؟ بعد وفاة جوزي معناها تبدل شكلها واحدة. الله يهديه. هو كان قبل يعامل فيكم معاملة ومن بعد؟ عادية عادية، عادية قبل عادية، أما من بعد تبدل على الآخر. هي معناها تطلوا على بعضكم تمشيوا، فما زيارات بيناتكم؟ القرابة احنا خاصة توا في مرنيق راهو قاعدين كالريف، معناها قاعدين كالمحبة القوية. علاش توجعني أنا؟ توجعني كي معناها يتعدى ما يكلمنيش، وكي نتعدى أنا ما نكلموش، توجعني، فهمت؟ توا أنا حتى وكان أنا مظلومة، أما توجعني كي أنا ما نكلموش، خاطر نعرف اللي حرام، فهمت شنيا؟ هذيك علاش توجع. هذي هو معني. بعد ما توفى زوجك تبدل كل شيء كومبليتمون، كل شيء. ما صارتش هكا مشاكل ولا حاجة تخليه هو؟ فما أكيد، فما شوية مني شوية منه شوية من العبيد، فهمت؟ فما أكيد، أما ما عادش كلي كيما قبل. قبل كانوا كي يتعاركوا الأخوة ولا السلاف، ولا تلقى عبد كبير يرجع، هذيك تفقد الطو، فهمتني؟ أنتم في الكام تاعكم العائله نتاعنا، والا فما حتى حد يرجع؟ ما تلقاش. كان اللي يجي، فهمتني؟ كان اللي يجي سبحان الله شعل النار. شعل النار ولا هذه اكبر مشكله في تونس كامله. انا مش نحكي على روحي انا برك، نحكي على معناها بصفه عامه، اللي رفيق جارتي حبيبتي، وقت اللي نبداو نحكيو ديما هذه هي المشكله. اني قبل كان عندنا الكبير نتاع العيله، تو ما عادش الكبير متاع العيلة. ديما يقولوا انه العم يعوض البو. مش ديما، اذا كان ما قلتلكش راهو الاغلبية العكس، خاصة اذا كان فما تراب والا فما فلوس والا فما حاجة هكا، راهو امبوسيبل كيمشي يعوض. فهمتني؟ هذا هو امبوسيبل يعوض؟ ما يعوضش هو، حتى حد ما يعوض حد، اما فما شوية حنين. مش يعوض بلاصه البو، اما كم انا عباره البو مازال حي، نجم العم يقف لاولاد خو دم حي معناها نقولوا احنا، اما طول
توا كل واحد ليه في روحه، ماذا بيه يخطف ويجري وكهو، فهمت؟ ما عادش ما عادش ما عادش فما ليك انت يا عم صغار كيجي ويطل ويعرف صغار يعني يعرف شنو ناقصين. انا مش ماذا بيه، هو مش باش يعطيني حتى شيء، هو بالعكس هو يستحق لي، يمكن مش انا نسى، مش باش يعطيني حتى شيء. اما تقعدك الاذيه اللي تحكي عليها انت سيله الرحم، اذيك اللي احنا حاجتنا بها انها تقعد، كيفاش باش تقعد اذا كان انت ما طلش عليا وانا ما طلش عليك والوقت ما بيناتنا ما فماش، فهمتني؟ نجمش. بالرغم هذا الكل تحاول انك انت كأم ما تدخلش صغار في مشاكل الكبار. تقول انت حتى في وسط العائله ساعات تقعد تتقسم على اثنين، تلقى كعبتين ماذا بهم يحاولوا، وتلقى اللي عارف الموضوع شنو يقول لك لا. في صغارك هذا؟ اي في الصغار الكل. يعني انت حتى ولو تصير مشكله ما تحاول انك ما تحكيهاش لصغارك باش ما انا صغاري كبار معناها فاهمين الموضوع الكله. فاهمين الموضوع الكله، فهمت؟ حتى ولو كبار لكن يحسوا بعمهم و... اي اي فما اللي يتعدى العم ما يكلمش اولاد خوه ولا هما ما يكلموش عمهم كمان. هي عندي بنتي الصغيره تقول ايش بيني كي نسلم عليه ما يرجعش عليا، فهمت؟ وعادة حتى ولو هما صغار يعني حتى ولو هما كبار سامحني يعني ما ندخلوش الاولاد في مشاكل الكبار. شو توا في تونس راهو نكذبوا كي نقولوا الصغار ما يسمعوش بمشاكل الكبار، رانا نكذبوا، راهو انا واحده من الناس معناها توا 55 سنه وعلى قداش من عيله، الصغار تفهم حتى ولو ما تحكيش معاها تفهمش فما، فهمتني؟ اما شنو فما اللي عنده رد فعل وفما اللي لا مبالات، معناها يقول لك انا ما يهمنيش. انت مدام من الامهات اللي تقول لاولادها ما يسالش كلموا عمكم حتى ولو هو غلط في حقنا، ولا تقول لا ما عادش كلم؟ علاش قلت لك انا؟ قلت لك ماذا بينا صله الرحم تبقى ديما صله الرحم حتى ولو احنا متعاركين، تبقى يلزمها تبقى، فهمتني؟ هذايا يلزمها تبقى، يلزمها تبقى، فهمتني؟ هذايا هو معناها احنا شو نحبوا ماذا بيا انا مش نطول في الدنيا، سبحان الله كي نموت نلقى سيلفي نلقى لوستي نلقى، فهمت؟ هذيك هي سيله الرحم. خلي لك كلمه الختام، خلي لك كلمه الختام. والله كما قالت كي الغنايه اللي قال لك يا ناس حبوا ناس، احنا نقولوا يا عائله يا دم لموا دمكم. اذا يسمعك مدام شنو تقول؟ نقولوا ربي فوق الناس الكل، حاول باش تكون حقانيه كهو.